بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الخامسة: الصفات التي لها ضد، ونبدأ أولاً بالهمس، ومعنى الهمس: جريان النفس عند النطق بالحرف، وحروفه مجموعة في قوله: فحثه شخص سكت، ومعنى هذا أنه إن مرَّ معنا بعض هذه الحروف، فنعطيها همسا اي نجري النفس قليلا عند خروجها ولفظها ولناخذ مثالا على ذلك كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون اذن لاحظنا عند الحاء وعند التاء وعند الكاف كيف أجرينا النفس قليلاً عند نطقنا بهذه الحروف، وضد الهمس الجهر، وطالما قلنا أن الهمس جريان النفس، إذا الجهر انحباس النفس عند النطق بالحرف، وحروفه باقي الحروف، ومعلوم كيف ينحبس النفس. عند النطق بمثل هذه الحروف فلنأخذ مثالا على ذلك القاف نقرأ إق إق بهذا الشكل إذا ينحبس النفس وقس على ذلك بقية الحروف الصفة الثانية الشدة ومعناها انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف إذن تختلف عن الهمس من انها جريان النفس اما هذه فعلاقتها بالصوت كما تختلف عن الجهر بان الجهر انحباس النفس اما هذه فهي جري الصوت وحروفه ثمانيه جمعناها في قولنا اجدك تطبق الهمزه والجيم والدال والكاف والتاء والطاء والباء والقاف فإذا لفظنا مثل هذه الحروف نجد الصوت ينحبس ولنقرأ مثلا أ أج أد وقس على ذلك فنجد الصوت ينحبس عند النطق بهذه الحروف وضدها الرخاوه اي جري الصوت عند النطق بالحرف وحروفه باقي الحروف كما اننا نشير الى صفه ثالثه بين الشده والرخاوه وهي التوسط فهي اعتدال الصوت عند النطق بالحرف فليست حروف شده كما اسلفنا وليست حروف رخاوه كما قدمنا وإنما هي وسط بين الشدة والرخاوة وحروفها لن عمر اللام والنون والعين والميم والراء. ثالثا صفة الاستعلاء ومعنى الاستعلاء ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف فيرتفع إلى سقف الحلق. ويتضخم الحرف على اثر ذلك وحروفه سبعه مجموعه في قوله خص ضغط قظ ولنلاحظ عندما نقرا كيف يتفرع عن صفه الاستعلاء صفه التفخيم فتكون هذه الحروف مفخمه فنقرا ان الخاسرين والصافات وقس على ذلك وضد الاستعلاء الاستفال وهو انخفاض اللسان عند النطق بالحرف وحروفه هي باقي الحروف ولناخذ مثال على ذلك عندما نقرا الحاء مثلا فنقرا الحاقه وقس على ذلك الصفه الرابعه من هذه الصفات صفه الاطباق وهو تلاصق الحنك الاعلى مع اللسان عند النطق بالحرف وحروفه الصاد والضاد والطاء والظاء وضد الاطباق الانفتاح وهو تجافي الحنك الاعلى عن اللسان وحروفه باقي الحروف أما الصفة الخامسة من هذه الصفات التي لها ضد وهي الإذلاق ومعنى الإذلاق سرعة النطق بالحرف وقد مر معنا أن بعض هذه الحروف بالناحية المخرج تسمى الحروف الذلقية كما مر معنا وهي اللام والنون والراء أما من ناحية الصفات فإن صفة الإذلاق تشتمل على ستة حروف مجموعة في قولك فر من لب وعكسها الإصمات ومعناه امتناع حروفه من الانفراد بالكلمة الرباعية حروفه باقي الحروف